آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا شرد ما إلى النبي ذا نقضى حتى وممن هدينا واجتبينا شأن يقول محوها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجودي وهم بس كتر سنتين تتلى عليهم آيات الرحمن بل إعنانتي واتيتي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الله الله اللهم ارزقنا فهم ذلك هذه الأوران لها علة بحيك الشعوطة ددك عن القرآن كان معنى هي فهمي وأنا عرب ونفسي كذلك وأفكر كل شيء وإلى هذا نفس الشيء مسجد كان لمسجد الشيخ علي الصوفي رحمة الله عليه في مقديشو مغرب كان جزبة الأخريجي عشان جزبة الأخريجي أريد أن أنوي راوي أسخيرا لكن وحام حسوس طار يعني ذاتكو قلب وذوقه ينا ناس قلوبهم كانت لينة قلوب لينة ويري يعني جزء كالأقرنة القرآن كان إذا ذن الكلمد أمر لبقوي يعني وحام حسوس طار واحد من طلبة الشيخ أفضل شيخ كم ذا شيخ حسين وانقرنا يا شيخ حلو نجيل شيخ عبد الرحمن فلو رحمة الله عليه يعني أيضا أو عذاب كي يكسب سما يا سومري جزكي حي هذا رمضان رمضان كان جزكا لا أطريو أرد جزكا بعد المغرب هي جزكا بعد العشاء فزح مري عيد مري يعني حتى ليلة العيد ولا أخذنا رمضان كان ما دام لكم مشغول سنة تراويح ذي أو شاكلة بعد الصلاة بل بعد التراويح بل في الشيء بعد التراويح بل في الدين جزء بل أخرني أيديه بعصوم علي سقو أخرني وبدأ يبكي وولي كروي وهنتي شيء ألقاها قبل لا بد حن أم علينا يا ذي زمن هر النوايا هي أنا أقول نوايا لا لكن لو عشوا شو حكت شيخ وأوي حتى أفر إيه صندونا مرمرة أفر باجري مخربة أو أنت سوق جري قال رحمه الله الله الحمد شيخ خلال هذا الشيء إنه جوغان مالينا يا محمد عيسى الشيء ما هي ما جعل الله شيخ شريك صلاة عشاء نو كجرة ما يلومين صلاة عشاء نو كجرة واللي يصلي بنا الوالد رحمة الله عليه سيدنا نتجنا سورة إذا السماء انشقت وأقرنه ما يلومين يعني وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هل كامركم مرهي أي شيخ حسن لي شيخ الأرض هذا كم بها يا سيد اللوح الواح خشب وكلا ماذا حبوك أقول فتح يقول رعي هذا تكتب الله مركز الدخل لو الميل يربعنا سفق الدبانا دي جيسي بانا سوكال ماشي مركزه سوى لنيتو سقور لي أو سكة لنقضي مدد لبقني والأمثلة كثيرة سوكو بكرة يعني مظاهر تسمحي محي يقول له انت حقي مرتي وين راح إلا شو يجي سوى هل هو وين في علة شكلها جرت قلوبتي واجبت حان الأمة لينا يا يعني نسبة وين يحب نقول إن شاء الله أنا أكون مشغول اليوم هذا عندك وضع يشتاء حتى وركان أدو بيشين وما أنا بحال لقى في عينها وما لقى إن شاء الله طبعا كاميرا جرتوا كذا كذا وندم تاني لأنه يكون مشغول لنا إيش ليش كان كذا قبل ليش كان كذا قبل قلبي هنا ولا يتبع يعني. أنت قدر أن جوي بريها قدر تري من لا يرى قدر يا إيه حضور حرم إن القرآن كذا قال لي يشتف أنا أول مرة كابا بس كابس بقى كلي جيبا أنا شايف عندنا بقى ما أقولي طيب فضل قرأ سورة البقرة وصوب الله مركو سو قالي
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هل كها أيضا مركم مرهي حالة آمن ورقي أرغو كلا قد أعلنك سيدي إسوه سوحكين قد أعلنك قاعدتهم ماذا حسال قبصري ومركاسو سبدلي مركاسو آدو أوي مركاسو سكاكا عوابي قتلي ديبكم مصنع لأنه حوار كعنان سيد موجه قوة لأنه سكاكرنا لأنك هذا الإلهي رسائل سيدكم موجه قوة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله يرزقنا فهم ذلك. الله نفاسي الله نفاسي الله نفاسي الله سبحانه وتعالى قلوبتين قلوب لينة ورقيقة الله نغلق قلبي إن جدن يعني خير كيسوا يري فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلهي كواسنا قبل وشوا وقال ذي يكوا قفل ذوين هجرين ولكن هذه نفتر قاقوا هنا العبسط ليش قسوة القلب إمام الشاطبي حويل ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا لا إيش أن إنكت المدي لجواي مشكلته اللي أنت لجواي مشكلته حق هذا ما هي قسوة القلب لها سبب كذا جاي لجواي مركان خوف مركو سلاس وكله ندم يو معانك القرآن كود ندم صدوم قيام الليل اللي قلت كذا وسهل ده بل هو هلو بيا بل وجعلانا يا معانك شو بكرنا دنيا لذني سبب كجرتان تفقدوا الحلاوة في ثلاثة مواطن فإن وجدتموها وإلا فالباب مغلق في الصلاة في ذكر الله في قراءة القرآن وكلام منسوب إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله سدح لاميلود حلاوية مع الكرادير تكون مع عاشر هذا هشان وهكذا قديك الباب كوينك حنية الباب كو دوامة وباب أنس الله باب محبة الله باب القرب من الله قف توقف جعليها شيء كذي شيء كما حس لعك كما حس لعيو عود نبوس كل شيء كيس ده الله يجعلها كما حس لعي السيد هذا كيس توفيق الله نوافجي تبقى لنا الله نافق يوالدين تنا الله نافق اللهم إنا نسألك رضاك والجنة أعوذ بك من شرطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألين قلوبنا لذكرك اللهم ألين قلوبنا لذكرك اللهم ألين قلوبنا لذكرك اللهم أحي قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك وهب لنا من لدنك إيمانا ويقينا ليشبع لك اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نشكو إليك قسوة قلوبنا وجفة عيوننا يا رب العالمين اللهم ألين قلوبنا لذكرك اللهم ألين قلوبنا لذكرك اللهم ألين قلوبنا لذكرك يا رب العالمين واجعلنا من القائمين لك يا رب العالمين أنا الليل وأنا النهار بذكرك وكتابك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض منا ومريضا اللهم اشف كل مريض منا بارك في هذه البلدة وأهلها ومن حولها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على النبي سيدنا محمد جزاك ما ذا أقول كذا؟ ما ماذا أقول كذا؟ كعب هذا الشيء رواي بعد يوبي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كما شوف حلا الإمارات كان الله كسيدا إن شاء الله.
كذلك مد إله سبحانه وتعالى حاجر أمام أيضنا وكذا مريكان كحلية ظلم الوعدوان إله كشيد دال سيد وكله فاضم محمدنا إله سبحانه وتعالى الله عافيه وحلا وحيد بتيشن ورن جملة إلهي باقرنا إيه إله سبحانه وتعالى بك الله قد القاضي عند بكتنا الله عافي أنت بكتنا الله عافي ولا له سيدة خاص كان ودعو عيني حق مسكحيا عقليا كبك رنتي آدي آدي لو قلنا حجو إلهي قواس الله عافي الله عافي إن شاء الله بإذن الله تعالى قوانا الله عافي حيك لا بكنا الله وضع عافية لما أنتم إلهي ولا لكين إسلاح عافي الله عافي يقولك الله كاقض عف ماذا الله كشي لما أنا يحبك ولا لا إلا الله وضع عافية لما أنتم إن شاء الله تعالى دم بقينك والدين تلنا الله نافي اللهم صل على نبينا محمد جزاكم الله خير والسلام عليكم.